في الفيديو ده يا جماعة هنشوف أسعار الفول وهنشوف إنتاج الفدان وهنشوف كل ما يخص الفول الصويا. متنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر أسفل الفيديو وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. وهنشوف طبعا أسعار السمسم وهنشوف كل حاجة، فتابعوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. هنشوف طبعا حصاد الفول الصويا وهنشوف أفضل وقت لحصاد الفول الصويا وأسعاره وانتاج الفدان كام، ونشوف كل حاجه دلوقتي مع العمال ونشوف اسمه ايه الحاج زكريا. ازاي الحال يا حاج زكريا؟ الله يخليك يا بيه. كيف حالك؟ الحمد لله. وليه عدم تقصر بالليل يا حاج زكريا؟ عشان ما يخرطش. ها؟ عشان ما يخرطش. يخرط ازاي؟ ورينا كده ممكن، معلش عشان بس على السريع كده عشان نشوف مصالحك. عشان زي دي ممكن ايه تفتح مع الشمس لو في النهار تفتح. ها؟ ايوه زي كده. لازم بالليل. ها؟ ايوه لازم بالليل. الله يساعدك يا حاج زكريا. الله يكرمك. ده كم شغله الليلة بكام عليك؟ لا ده مش بالليلة، هو تعتبر انتاج. يعني كم ساعة شغل يعني؟ 100 جنيه. ب 100 جنيه، يعني كم ساعة كده في ال ها؟ زي ما تحكي. لا ما يقول الحاج الرأي اصبر عشان 100 جنيه يا حبيبي هنا. هتديني أنت 150. الله ينور يا حاج زكريا. صح ولا لا؟ صح. الفدان ينتج قد إيه؟ فول يا حاج زكريا. طن. ها؟ 2 طن. 2 طن؟ ايوه. طيب يعني في طبعا وزاره وبلده. ايوه. اللي هو اللي يجيب 2 طن ده الوزاره يا حاج ابراهيم. ده اهم حاجه الكلفه يا استاذ حسن. اهم حاجه الكلفه. الوزاره ما يطول في الارض على البلد. طب سعره ايه السنه ده يا حاج زكريا؟ طبعا كان اول السعر ما بدا كان 30. كان 30 قبل ما تقصر. 30 للطن صح؟ للطن. بعد كده 25. الوقت رابط على 24000. ايوه 24 ونص طبعا من حوالي من يعني ايام ما حدش مدخل فوق. ايام ما الزرع يا حاج زكريا كان غالي. كان ب 40. كان ب 40000 الطن و 35. طبعا لا ده مسخ 50. مسخ 50000. طبعا كله زرع على ما لقيه غالي زرع. لا ده مش عشان ال 50. الناس كانت مسعره له سعر اعلى من كده. الوقت الاجار رفع. الاجار رفع. الاجار بقي ب 25. الله يساعدك يا حاج زكريا. الله يكرمك. الله يساعدك. خش على الفيديو. مين ده؟ ده عبد الرحمن ده؟ مين ده؟ عبد الرحمن. ايوه هو والله. ايوه ازيك عبد الرحمن؟ الله يساعدك يا حاج عبد الرحمن، الله يساعدك يا رجال. كلمة خش على الفرح بتضحك يا ولد. ده ابنك ده عم حتى؟ ربنا يخليه لك عم حتى. مالك انت لفيت وشك بعيد ليه؟ ايوه يا عم حاج. مش انت لما تشرف على الشغل؟ ايوه حاج. طيب مالك خليك معانا كده. لا ليه يعني؟ طبعا كلام الحاج زكريا صح. ايوه كلام الحاج زكريا صح. السعر والانتاج وال الوقت ربطوه على 25. ربنا يرزق الجميع خير يا حاج. حاج شحات ربنا يرزق الجميع. شو ازيك يا حاج ابراهيم؟ اهلا. طبعا دي ما انت مسانك حواره. يا اما تاخد سرابه وتجري. انت كله انا واخده؟ واخد 4. هم واخدين كم واحد؟ 2. يبقى مين اللي ياخد كتير؟ ده انت باين حقك، ده انت باين فوت طالعه قبل كده ولا حاجه. لا والله مش معقول ابدا تاخد 4 وتسكت. والله ساكت تعمل ايه طيب؟ هو اليتيم كده. الوقت مراحل المراحل الحصاد ده يا حاج ابراهيم طبعا لما يتقفل زي كده. وبعد كده اما يتغمر صح؟ يتغمر ويقعد 3 ايام مغمر. 3 ايام مغمر. يعني طب يقعد كام يوم في الارض ما زي ما هو كده؟ بعد كده بعد الحصاد كده يقعد كام يوم يتغمر؟ 3 ايام. 3 ايام بس؟ ازاي؟ 3 ايام والدرس. لا بعد يعني انت هتغمر بعد كام يوم من الوقت ده؟ 3 ايام. 3 ايام وتغمر ده؟ يتغمر ويقعد 3 ايام تاني والدرس؟ تاني يوم على طول. الكلام ده صحيح يا حاج شحاته؟ ايوه فندم. 3 يعني هو كله يقعد 6 ايام الوقت والدرس؟ ايوه 3 يوم والرابع الدرس. والرابع الدرس ها؟ طيب الدرس امتى يا حاج ابراهيم؟ في الصبح ولا بالليل ولا في الظهر؟ الساعة 10 الصبح. ها؟ 10 الصبح. ما ينفعش بدري؟ لا الراجل بتاع الجرار ده عارف. من بعد الدور ورايا. صح. ابو احمد. يتغمر يتغمر امتى يا حاج ابراهيم؟ في الساعه 5 الصبح. يعني هو كده تقدر تقول حصاده حصاده وتغميره كده في الاوقات اللي هي الجو فيها حلو الصبح بالليل، انما الدريس عايز طبعا عايز جو يكون سخن. الجو سخن. ده انت باين في الشاشه حاج شحاته ولا كاميرا ديجيتال ما شاء الله. والله والله الدنيا عتمه حواليك وانت ظاهر منور. والله خليك يا ابن اخويا. الله ينور.
لا نور يا حاج ابراهيم. الله يخليك. انت لابس في ايدك يا حاج ابراهيم؟ دي كفه. دي ليعه. دي وانت عشان البتاع ده الله يخرم الايدين. فلازم نلبس له جوينت. جوينت ده خشين؟ ايوه حلو. ايوه ايوه. أيوة بس ده من بره. من امريكا. ايوه جابوا لك واحد معرف عني. ايوه واحد من اخواننا المسيحيين. كله شغل سانك حاسس حاسس. الاخ ليعه. شغل سانك حاسس. بس هم نقول اما يساعدك وسط الناس وخلاص وخلاص. جوا الله يساعدك حاج ابراهيم. اوعى وجهك يا اخي. امسح عليها حسن. امسح عليها حسن. ده عمك يخرب بيك. بنقوم من جنبي. زي ما شفنا يا جماعة أسعار الفول الصويا، وشفنا أفضل وقت لحصاد الفول الصويا، ووقت التغمير، ووقت الدريس. طبعا ده كان لقاء مع العمال، وإن شاء الله الفترة الجاية هنصور فيديو بإذن الله ونعمل بث مباشر عن دريس الفول الصويا. فلو حابب تسأل على أي حاجة تفضل اكتب في تعليق وهرد عليك في الفيديو القادم إن شاء الله قريبا بإذن الله. طبعا يا جماعة هنشوف بقى اسعار السمسم. السمسم طبعا مراحله كتيرة جدا ومتعب شوية في انتاجه وحصاده، ولكن يعني السنة دي اسعاره عالية. طيب المرحلة اللي شفتها في الصورة اللي مضت طبعا كان السمسم متنشر. دي مرحلة التنفيض، يعني بننفض السمسم، يعني بيقعد حوالي 10 ايام او اسبوعين في الشمس بحيث ان هو يفتح، وقلنا الكلام ده في فيديوهات سابقة. دي طبعا المرحلة يعتبر النهائية للسمسم، طبعا بيتدرى من التراب وما الى ذلك بحيث ان هو يكون نظيف ويكون جاهز للاستخدام. طيب اسعار السمسم. السمسم زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله، دي يعتبر المرحلة النهائية خالص للسمسم، يعني نظف وحاجة بسم الله ما شاء الله بقى زي الفل. المرحلة دي يا جماعة اللي انت هتشوفها طبعا بتبقى اللي قبل الاخيره، يعتبر ليه مراحل كتير وشرحناها في فيديوهات سابقه. طيب السمسم من بدايه الموسم طبعا كان وصل 11000 للاردب، ووزن الاردب يا جماعه 124 كيلو. اردب السمسم 124 كيلو بيتباع بالاردب. طيب ده وزن الاردب. سعره قلنا كان فيه لحد 11، وبعدين 11000 للاردب، وبعدين نزل بقى ب9.5، وابتدى ان هو يعلى وصل لحد 10. والحد النهاردة يعني انا لسه بايع السمسم النهاردة 10700 جنيه للاردب. ب10700 جنيه للاردب يا جماعة، يعني لو عندك اردب اللي قلنا 124 كيلو، يعني لو عندك مثلا نص اردب يعني هيخش في حدود 5350 جنيه. دي اسعار السمسم. ولو حابب تسأل على اي حاجة تفضل اكتب في تعليق وهرد عليك.